إذن لنا التربية إحنا جان تبدا زوك فكا ذي الزواج ذي السنير أحم جيرا وانيتين إختا عن جادتا خمير استقر نطفة ذي الرحيم إقارق الإسلام إفساس بسم الله الرسول صلى الله عليه وسلم إقارق من غني ندا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا تورا ممش الإسلام يتشاخ من زي غنحما فهو النخ زي الشيطان أول شيء اخسدنك عند المعاشرة الزوجية بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا احنا جينا وانيتين نخت احنا جاد ذنيتين مريك درش عبر شو احنا جا نخشان احنا جاد ذي اللي كأنه النير سلا عبر زوجا يحفظ زي الشيطان خمينا يزيد احنا جا نخت احنا جا اخسس دند احنا جا وقم الزوغة فوسير نخت احنا جا كيف كيف الزيادة النير اسقم الصدق من الزوغة درمار خما ما ديرين اول امزوار وغيس حسن جاني نخت احنا جا النير التوحيد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ سيد ربي عز وجل زي الشيطان كذلك إن الكلمة يتطيبة إخستي غيس حس وحنجا خمي غي خلق الدنيا وخمي غي ودع الدنيا ذانيا من أسغنين النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقينوا موتاكم لا إله إلا الله خمي غي خلق سنين لا إله إلا الله خمي غي مثل سنين لا إله إلا الله إخسر يسن بنادم اللي هام يمتي خلق الله تبارك وتعالى باش هذا يعيش لا إله إلا الله هذا يطبق لا إله إلا الله أخاتي يعيش أخاتي يمت مش مريض تيثت سنان يمسرمان من تو لا إله إلا الله محمد رسول الله تود لا معبود بحق إلا الله لا نافع إلا الله لا ضار إلا الله لا معطي إلا الله احنا جاءنا إخسر أنسن بأنه الكلمة يخمت غيس حس كغاسل معاني شنين تطاس مغان تطاس مريكا يمسر من سنن من تويد الكلمات هاتينا في سبحاني وشا خدم الزيزن تريدو في ذي مسر من قوان جهدا وانتي في الشعر ذي الحالة ينذل ذي الهواني دي تعيشن كذلك انجا من غيكي من غا شكتا ربي يلي خلقاكو انجا عسك السابع الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته في رواية مرتهن بعقيقته تدفع عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى أسجد السابع أسحسنت أسحسنت مستحب أسحسنت أتصدق الوزن الشعار والنير إما ذهبا أو فضة مستحب ما نيا أسجد اسم ذا سبحان لابد يخصص تجد اسم ذا سبحان سور خاص ومزوى استقدي اسم الله سبحانه وحن جامنه ونه إخسى اسمه ونسم آمن والخزاء ونتقلد ونغنى في قشن اسمي فاق وشهن قرنشين عن اسمه ونسم حانن إذا ونخ رايح نجيرين رايح نجان التصنع ذا النهارة ونغى يفنشن يتم دي شام ومشان أذي ذياوين أذي قميس نخي تشيس إخسى ندور غال إسلام نخ الدين نخ الخزاء اسمه ونسم حانن وشهن نغى ذا ونخ خمس قد قدامي السبع الناس اسم الله سبحانه وتعالى من غير كيم غا وسكابولا مزيان من غير كيم غا سمارس تمساين تي سبحانه تيش سديش وتعالى سفوسي سفوس سفوسي ما راهي سويس دوسوس درمال لا الناس سفوسي السوس درمال اغاديكم تاع انجا ذي الحركات الناس تعلمات تمساين تي سبحانه ما مش غير سويس دوسوسي هذه سفوسي هذه سفوسي هذه قا بسم الله غنيكم مثلا نطق باش تعلم دوار نوع حريم التاس نودان تعلمني تعاون سن غايا ورني عفان قاري إنا تفران دم يدمين قام سواه السن تاغ غايش لدي السور ما راي تقع يودان ما راي قطر دوار يودان حسبنت ونيغ إذا نحاش التاس سبحان يحن جعني خني تشجع إخساس نتعلم سيد التيو حنجا الصدق عما سوست تعلم إذا حنجا تنخي وحنجا أصخاركم وكذلك يخصك ذات وتشد باور نشوا سكادو حنجان حنجان وسخارك واحد حتى كيخصا وسخارك يخصا خميس غاديين اشوف شي حاجه كمل خاص وشاد فما راه وصل شي دخلش لنا اخاش تي عريس الله عبد عز وجل بخاري اجو صحابي لنا شي هذا مزيان عبد الله بن عامر الناس النبي صلى الله عليه وسلم يوصل حنجره وانتين ذا صحابي ولكن تي هذا مزيان
إن سيدي نبي إما سومي سنا وحنا جانا أحد جوشك ها تعالى أعطيك إن سميت الخالب شد سيدي نبي صلى الله الناس نسوش خطينيا إن سيدي نبي كمان وستوشي شا أكا خمتي ماكن سيد ربي ذا خارق لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة مرة وستوشي دوالو سيد ربي خمتي يارين ذا خارق إذن خسر أحد جاء مصر ديني دار أحد أشوشك وشاس وخص خارق شا ما وستعلي من إخارقا إمش نخط أتعلم إخارقا إتشيش إذن أحن جاء ما لا يخصد يش عشان حاجث واستشجع وبغي إنس الله وتشع وسخارق قاتذة سوارس من الأخيرة سوارس من جارس ضبي سبحانه وتعالى قد تسن يذان والسورنك ثاونسن خمس رئيلتنا ويسن عرب النس ويسن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسن ولوخ الجنة ويسن ولوخ جهنم ما يمشي يبقى حنجيرا وليتين غيب ربي سبحانه وتعالى انت ويسن ولو خني انت في انجاني نتعلمنا سنتي مسرين الدنيا زيد مزينسن شحال يوذان خنت ما انجا اليكم ما شي يبقى يمغى شي حاجة تو يقاشي كارز مكفوز هذي احد يزنز الدخان زنز يتشرز الدخان يزنز الدخان يزنز الانسان تعفانين يتعلم سمسرين دينا او كارس واتكيير مي غادي نتا داك نجي على زنز الدخان لا بودا لا شي كيف نهار هذه الشهر لا بودا لي كيف يخص اخصات سمي نجي انا وكدي كوا وكنت مع شهر وتيبو زيد وها لان ما ريت مع شهر ديال فانا لا بودا شهر نتاع فان الصحبه مع شهر في راج الدور يمغى ديال التربيه يخصات سمي وكدي مع شهر وكدي كوا فعلا ني نجي يخصات نوش الفرصه ديال غيران التيران ما كاينش التيران التيران ثاني اثنين ولكن اخصنا زياده الطاف لا اصلا درك شكون شي لا خير الامور اوسطها هي راه جنيرا تيري تصبح انت ماشي وجه ديرا نهايه كبر مثلا اللاعب نهايه كبر اما شنو شمه مثلا اتذا نجا هذه فوق الصباح ديال هذه شمه في غير دور هذه دور الفرج ديال شمه غو الشيخ صلي على الفرج ديال شمه وتشي بطا الطريقه التربيه التوجيه اخصا نجا فعلا ناس واش تيجي فوسحه ديال غيره ماشي وجه بوين هاي كبر شوية تيرا شوية دي طالع اذي راجع الدروس الناس اخسى احن جانوني اسنوش الفرصة كذلك اذي غا مش اذي را شوي واتشفون هاك مر اذيرين لعب مرة اذي حافظ الصلاة الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كاش ميغيدو احن جاسب عسليب اما عريض اذي الزج مروا اولادكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع احن جاح ميغيدو سبع سنين زج وليديا فمي غير وضع شاسين مريو قريزة شتوثر ولكن تتوضع تاثر كما يمشت تضعبيوها زي السنية اما سوى سكاكر وخيم غضا يسوى زما سينيخ نقاذ مغطة مغاطة زما سينيخ كما مني غيتاونج نصحيثا رشديثا كذا نفع كذا ونفع الى اخيري يخسم مش لي تيش اتكن ربدة تصديسا ربدة نصحتا ربدة توجه تلغرخيا قا عماس عماس انت بنادم الياسر حيش تعفنت اذا ونص إلا أربعة نيو ذين والسينن ما يمشي عبد الله تعوان سنوها والسينن خلني الجهل نيو النير إجزا تعوان سن مغان إجز النمغان والحرية الطار حمي غان أبنات مو السينة دي السينة ويفا ونص والسين يعني هني أبا خصدك خل أمانة خص حظا خل عهد غاسني ريوور ما رغي مسرعي نزل الأخلاق إخصنا أخصنا أبا إخنجا نخ تعوان نخ كذلك عن جمال إخزار التلفازة إتفاروج وجيبو الفيلم غيافة داس إخزاء نيخ المسلسل غيافة داس إخزاء إخسان سمي ناس مغانوش الداس إخزاء غير دا إخسان تراقى بحن جاني إني من دي إخزاء من دي إتفاروج ما رايش نحاسي حارمي تربي غنبي إلا إيش نحاس مرا حلال ما عليش فما رضي مسرعينا دينا إخسان داس تراقى بزعوى النخ قا يوم القيامة خسكسا ربيع الزواج والخسن لا بد خسن توسع ما نضيعها ما نعبدا طريقة أن الله بالرسول صلى الله عليه وسلم إذن أن طلب صلى ربي عز وجل أليه ذات عوى النخمارة غمين دي تشارخيا قوى غاح نشين بومينزيم غنى وضغيج الدرجة طمقرانت أننا نتصبح ذي الدنيا رذي الآخرة إلا ما رانا عبي عنجانينا والتربية غنجينا هذا خصم فعلي الدنيا غنخعود دي الآخرة خمين غنى حنسيول خمين تاسم الوالدين يحنجان يمكن أن يشعر بعض المسرين نجيك انتداء نطلع سيناء بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.